عشان عندي هدف تاني. انا لما صدقت اني لما عرفت ان في ايا كان الحدث او الايفنت معمول سببه ايه، بس انا عرفت ان في حد مهتم انه يعمل شكل رواجي لل وانتعاش للفن في مصر من جديد، لان الفن في مصر بقاله فتره مهدور حقه، سياسه سياسه سياسه. فلما عرفت ان في مؤتمر او ايفنت معمول عشان خاطر وعازم فنانين وبيكرم فنانين، موضوع متجه ناحيه الفن، حبيت ان اكون متواجد لان ده بيعمل حاله من الرواج للفن من جديد، واحنا محتاجين ده ان شاء الله. في فتره معينه انا ما بحبش، انا عمري في حياتي ما حبيت التكريمات ولا حبيت المؤتمرات، مش دوري، انا دوري ان انا بغني، لكن انا الفتره دي محتاج ان انا اقول يلا يلا نفن كلنا. رفقا بالقوارير. ما احنا مهتمين على فكره في مصر. احنا مهتمين، احنا ديننا الاسلام مهتم طبعا بالمراه، الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا بيها، فاحنا الحمد لله مهتمين بالمراه، والمصريين كلهم بيكرموا المراه، حتى احنا عندنا، احنا البلد الوحيده اللي في العالم يمكن عندها حاجه اسمها عيد الام، فيعني شكرا للمراه. ألبوم إن شاء الله من 11 أغنية، ده أول عمل يمكن يظهر للناس بعد حب جديد اللي لسه نازلة ما كملتش أسبوعين، أغنية كان اسمها حب جديد من الألبوم برضو. والله أقول لك حب جديد، أقول لك إحساس غريب دايما بحسه معاك، هواك أول أنا خلاني أنسى الخوف، دايما بسيب علشانك أنت الناس، خلاص ما بقتش أنا غيرك، أنت عايز أشوف أشوف. اهتمامي الاكتر بالغنى طبعا، اتعرض عليا فعلا، بس اتعرض عليا ادوار اللي انا ما بحبهاش، زي اللي عملتها قبل كده، ما بحبهاش، انا مش حابب اقدم دور ما فيهوش جديد للحاله، يعني دور مغني في الجامعه وبيحب بنته بتاع بنات، مش عايز اقدم الادوار الفلات دي، عايز اقدم حاجه تستفزني، كاركتر غريب انا ما اعرفوش، يعرض عليه بص الكاركتر ده احنا عايزينك تعمل كذا وتلبس كذا وتتكلم بالاداء كذا، اعمل البس شخصيه ايا كانت الشخصيه، حاجه جديده استفزتني، استفزت اللي جوايا. انت ممكن اكيد، ما بقولك لو موضوع استفزني ان هو هيضيف عامه للفن هعمله، انما الادوار اللي بتعرض عليا كل شويه دي، مغني او فنان او بتاع بنات او في الجامعه، مش عايز اعمل ده، ما بقدمش حاجه. طبعا غنى الاول، لا لا طبعا، انا راجل مغني من وانا عيل صغير يعني.